أسألك بالله، إذا فرح الله على إقبال أحد هل يترك؟ فالله عز وجل شانه سبحانه قال والذين إذا فعلوا فاحشة. شوف ما أجمل القرآن، ترى القرآن رائع. والذين إذا فعلوا فاحشة زين ماذا؟ أو ظلموا أنفسهم، لماذا؟ إيش الفرق؟ قال لا، فاحشة ذنب متعة. يعني الفاحشة بلغة العرب ذنب فيه متعة، رجل يشرب خمر يزني متعة، مستمتع الأخ، مخدرات مستمتع، الله سماه فاحشة. أو ظلموا أنفسهم ذنب ما فيه متعة، سحر يعبد كذا يفعل كذا ذنب ما فيه متعة. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ماذا أول حركة؟ أول شيء ذكروا الله، ما قال صلوا ولا استغفروا، أول شيء ذكروا. يعني لما تذنب تقول يا رب اغفر لي، ذكروا الله. أول حركة، أول خطبة للتوبة أن تذكر ربك حينما تنتهي من الذنب. قال ذكروا الله، ثم قال فاستغفروا لذنوبهم. ثاني خطوة استغفروا الله، يا رب أنا تبت، يا رب أنا كذا. قال الله، جاء الإجابة، يعني أنا يا رب ذكرتك وقلت استغفر الله، ما الجواب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني هم يعلمون أنا أغفر الذنب، لهذا ذكروني واستغفروني، أنا سأغفر الذنب. لهذا أنت إذا وقعت في الزنا أو في ذنب أو بشرب الخمر أو بأي شيء، بنميمة بغيبة، أنا أتيت من العظيم للصغير، بأي شيء بربا، اعلم أنك تتعامل مع الله، اعلم أنك تتعامل مع الذي خلقك وهو بك أرحم من نفسك. تصور أنت لما تقع اسجد لله، توسع هكذا وقل يا رب واسجد اغفر لي. هذا هو الدين. لماذا نعقد؟ لماذا نجعل الدين على أنه فقط إذا أردت التوبة أنعزل عن المجتمع، لا أختلط بالمجتمع؟ الله يريد الله هذا، يريد منك أن تلقاه طيب النفس، طيب القلب، طيب الصدر، هذا الذي يريده الله منك سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل يقول، شوف عندنا آيتان. الآية الأولى قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هذه الآية الأولى. الآية الثانية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إيه ما الفرق؟ شوف ما أنت زين يا شيخ، عندنا آيتان صح لكن لا أجد فرق، أين الفرق؟ الأولى قال الله وهو الذي يقبل، كأن الناس تقبل على الله، يعني كأنه يوجد أناس تائبة أذنبت والآن تقبل على الله، فقال الله ترى أنا أقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الثانية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، كأن هناك أناس لا تعلم أن الله يتوب مهما كان ذنبك، فأراد أن يذكرهم. ففي الآية الأولى أناس تعلم أن الله يقبل التوبة، وأناس ثانية لا تعلم أو ربما يئست من رب العباد بسبب ذنوبها أن يقبل الله توبتهم، فذكرهم ترى لا أنا تواب رحيم تعالوا بس. فقال يقبل التوبة، ما قال من عباده، عن عباده مسافة، كأن الذنب أبعدهم وقال تعالوا أنتم بس، تعالوا جربوا أقبلوا لي. لهذا تجد من أتاني مشيا أتيته هرولة. ابتدئ بنفسك، ابتدئ بنفسك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يعني ما جت يوم القيامة هي حتى يا رسول الله وإن كبر سني وفقدت شهوتي وفقدت سلطتي، يعني أنا يا رب كنت مديرا وكنت ظالما، أنا يا رب كنت غنيا وكنت لا أدفع الزكاة، كنت كذا لكن الآن أصبحت فقيرا معدما، هل يا رب إذا أنا تبت إليك قبلت؟ نعم قبلت، ما لم تطلع الشمس من ماذا؟ من مغربها. لهذا الله عز وجل لا يريد أن يعجل علينا العقاب، الله عز وجل لا يعاملنا بالمثل. لهذا قال الله ليطمئني أنا وإياكم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أنت ظلم هي والله ظلمت، وأنت هي ظلمت، وأنت هي ظلمنا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم قال ما ترك عليها من دابة. لهذا الله لا يعاملنا بالمثل، بل يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تتوب، والله يفرح بتوبتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. لهذا أنت كنت ضائعا في صحراء الذنوب ورجعت لله ففرح الله. أسألك بالله، إذا فرح الله على إقبال أحد هل يترك؟ لكنك بادر، أنت بداية بادر،
كلنا تغرنا الدنيا، أنا أولكم، كلنا تأخذنا الدنيا للشرق وتارة للغرب وتارة الناس وتارة قسوة المجتمع، لكن ليس عذر لأنك لم تقف على عتبات الله. جرب يوما من الأيام أن تقف على عتبات المولى تعترف بالذنوب. ها، اعترفوا بذنوبهم، اعترف بذنبك. آدم ظلمنا أنفسنا، ها آدم عليه السلام، موسى ظلمت نفسي، كل الصحابة أو كل الأنبياء قالوا ظلمنا أنفسنا. فالشاهد اعترف بذنبك، جرب أن تقف على عتبات المولى واذكر الذنوب، فعل كذا وكذا وكذا وكذا، يا رب هل تقبلني تائبة؟ وفقني للطرق التي ترضيك، وفقني للطريق المستقيم الذي يرضيك. أنا لا أدعي الكمال لأحد، ونحن لسنا صحابة ولسنا ملائكة، لكن كما ابتعدنا عن الله خطوة خطوة نستطيع أن نرجع لله خطوة خطوة، لكن أنت بادر بداية بالخطوة. وإذا أردت أن تعلم متاع الدنيا سل من بلغ 80، قل له ماذا وجدت في الدنيا، سيخبرك بتفاصيلها كأنه دخل من باب وخرج من الآخر.